إجابته أعلم أنها صعبة، وهو ما هو تأثير الحرب والعدوان والنزاعات على مستقبل الشعب الفلسطيني الشقيق الذي عانى عبر تاريخ طويل ولا زال يعاني من صراعات وحروب في ظل مجتمع دولي لا يرى في تدخله وقف لهذا النزيف للشعب الفلسطيني. فأرجو الدكتور ماجد أن يطلعنا على ماذا يدور داخل دولة فلسطين سواء في الضفة أو في غزة من أثار لهذه الحرب الغادرة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير لمصرنا، مصر العروبة، مصر الجمهورية الجديدة، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية والشعب المصري الشقيق، كل التحية والتقدير من شقيقه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحكومة الفلسطينية وكل طفل وكهل وشاب فلسطيني من أعماق قلوبنا ومن صميم وجداننا، ليس فقط لكل ما تقدمنا العزيزة من دعم وإسناد للشعب الفلسطيني سواء كان في غزة الجريحة أو في الضفة الغربية، ولكن أيضا للدور المميز والعمل الدؤوب والمستمر لوقف هذا العدوان الغاشم على فلسطين ولرأب الصدع الفلسطيني الفلسطيني. أود أيضا أن أتقدم بالشكر الجزيل لوزارة الصحة المصرية، الصحة والسكان، لكل ما بذلته ولكل الإسناد والعون الذي قدمته لنا، وأنها كانت تستجيب لطلباتنا كوزارة الصحة الفلسطينية ربما أحيانا قبل أن نطلبها تحسبا وتفكيرا منها. هذا العدوان الغاشم الذي استمر لأكثر من 7 عقود على فلسطين واحتلالها، ولكن في السنة الأخيرة وما زاد عليها كانت هناك هجمة بربرية طالت الشجر والحجر والبشر ولم تدر أخضرا ولا يابس. هذه الهجمة كانت تهدف بالأساس الإنسان الفلسطيني، الهجمة تهدف أساسا إلى محو كل إمكانية للحياة في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية في عدة مناطق. هذا العدوان أدى كما أسلف زميلي ليس فقط إلى تدمير البنية التحتية ولكن أيضا إلى تدميم النظم الصحية التي كنا نفخر بها في فلسطين. كنا نفخر بأن لدينا أحد من أفضل نظم التطعيم الصحي بنسبة فعالية تزيد على 99%. كنا نفخر بأننا فلسطين أعلنت خالية من البوليو شلل الأطفال حتى قبل إسرائيل نفسها، ولكن الآن هم أعادونا إلى أكثر من 40 سنة إلى الوراء نتيجة تدمير البنية، انقطاع المياه النقية، الصرف الصحي يغطي أطنان وآلاف وملايين الأطنان من الركام ومخلفات الحرب. كل هذا أدى أيضا إلى انقطاع التطعيم الصحي لأطفالنا، وأدى إلى أن أحدهم قد أصيب فعلا بشلل الأطفال نتيجة الفيروس. هذا التدمير الممنهج أيضا استهدف ليس فقط المنشآت الصحية ولكن أيضا الأفراد. نحن وجدنا كيف أن الأطباء في مستشفيات الشفاء وفي ناصر وفي الشمال قد اعتقلوا وعذبوا وقتلوا وأسروا ودمروا، وأنهم استشهدوا وهم لا يزالوا يحافظون على صحة مرضاهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. الهجمة أيضا ليست فقط في قطاع الصحة ولكن أيضا في قطاع التعليم، في القطاع الاجتماعي، التدمير الممنهج لكل أسس الحياة الكريمة. نحن في فلسطين كنا بشهادة العالم قد استطعنا أن نسير في على الأقل 6 أو 7 أهداف من الأهداف التنمية المستدامة SDGs، ولكن الآن عدنا إلى ما قبل نقطة الصفر. هذا العدوان الغاشم سيحتاج بلا شك إلى قدر كبير وعدة سنوات لإزالة آثاره، ولكن نحن واثقون بأننا بعون الله وبالتضامن من أشقائنا ومن مصرنا الحبيبة على نحو الاختصاص قادرون على أن نعيد بناء غزتنا. شكرا. أشكرك معالي الوزير.